أقيمت وقفة احتجاجية دعما للبحارة الأوكرانيين الأسرى بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. شارك فيها ممثلو المنظمات الوطنية المحلية، وحاول البعض رمي طلاي أحمر على السياج الخارجي رمزا إلى الدم، لكن الشرطة منعتهم واعتقلت اثنين منهم. كان من المفترض أن يكون الطلاء الأحمر هو دماء الأبرياء الذين قتلوا في الحرب، وأولئك الذين لا يزالون يقتلون ويحتجزون بصورة غير قانونية من قبل البلد المعتدي. ولكن للأسف ليس من الواضح لماذا هذا العدوان من وكالات إنفاذ القانون. كان من الواضح أن لا أحد سيقوم بأي اعتداء.